مكان الشفنو، مكان الشفنو من افضل الاماكن كل الناس بتروحها. مكان الشفنو كل العالم بيروح لها، الا الهندي والاجنبي واللي من المريخ ولا من الهند. ومن دمها ستار بكس، هو محل القهوة عنده حاجات حلوة كثير. طبعا كان التفن ده يعتبر في محلات وفي كل حاجة هو، في محل ملابس وفي كل حاجة هو، رغم ان انا ما دخلتوش، لكن انا سمعته ان كان التفنه عنده حاجات حلوة، ولما تدخل مكان هتتريح نفسيا. وستار بكس اهو، وانا بعمل رياضة، كل بيعمل رياضة. طبعا انا رايح كوبري السلي، وانا مشيت من اسكندر ابراهيم ورايح كوبري السلي. وعايز اقول اذا عجبكم الفيديو اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. ونمشي سريع، اللي يمشي سريع ما يمشيش بطيء.